القوات المسلحة احتفلت مع أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. امبارح تم تنظيم زيارات لمنازل أسر الشهداء في عدد من المحافظات لتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من سيادة الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك. وعبر أسر الشهداء عن امتنانهم للجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية اللي ما بتنساش أبدا أبنائها من الشهداء اللي قدموا أرواحهم فداء للوطن.